وطن منحازون للحقيقة. هذه الأرض محاطة زي ما أنت شايف من جميع الجهات بمستوطنات. في عندك من الشرق الشمالي عندك أفراط، عندك من الجنوب الشرقي عندك مجد العوز، من الغرب عندك إلون شفوت طبعا ودوار عصيون والخط 60، وعندك من الغرب الشمالي لإليعازر. هذه أرض ورثناها عن أبائنا وأجدادنا، أرض كانت في الماضي وعر عمرناها بجهد ذاتي. المستوطنين اعتداءاتهم على الأرض يوم بيفتحوا مية البيوف علينا، بيفتحوا مية البيوف في البير من غرب الكرفانات هذه اللي احنا واقفين جنبها، بيفتحوها بتضل تكب مية في الأرض، بتسبح حوالي 50-60 متر بتخرب كل المزروعات. هذه مشكلة بنعانيها كل يوم. دخلوا قبل فترة وكان عندي التراكتور موجود باب الدار، ما كنتش أنا موجود هون، كنت عندنا سايبي، حطوا لي مية نار في التراكتور وضيعوا لي التراكتور، وحاليا قاعد يعني والأرض بدها تراكتور، الرش على التراكتور، شجر بده رش بنرش على التراكتور، بده حراثة بنحرثها على التراكتور، بدنا ناكل بننكل على التراكتور، فحاليا مش قادرين نجيب لأنه ما في عندنا موسم نازل. وطلبنا احنا ونشدنا انه اذا في جهات معنية، جهات خاصة، جهات حكومية ومؤسسات، انهم يدعمونا في هذا الموضوع. انا بحكيها وبدون خجل، والرئاسة كرئاسة سلطة مقصرة معنا. احنا عايشين هون، البيوت دلفوا علينا مية السنة ما حد سأل عنا، نتصل على الدفاع المدني يحكي لنا احنا الخليل انتو اختصاص بيت لحم. وطن منحازون للحقيقة.